التزوير. كلمة صديق دي في القرآن تعني معصوم. ربنا بيقول ايه؟ واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا. ابراهيم عليه السلام كان صديقا. واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا. ادي كلمة صديق. وسيدة مريم وامه صديقة. يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. خد بالك ربنا بيقول للصديقة مريم، بيقول لها اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وفاطمة بنت محمد وهي بنت أبيها، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني السيدة في أسلوب الحصر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بالمفعول المطلق وأسلوب الحصر. شوف التأكيدات عاملة ازاي. إنما أسلوب الحصر والقصر ويطهركم تطهيرا. فمريم إذا كانت صديقة فهي معصومة، تستكترها ليه على فاطمة؟ طبعا لما بنقول كلمة معصومة الدنيا بتتكهرب. الدنيا إذا ربنا يغضب لغضبها ويرضى لرضاها ويؤذيها ما يؤذيها يؤذي رسول الله، يبقى الست دي ممكن تخرج عن الحق؟ مستحيل. لأن لو افترضنا أنها تخرج عن الحق معناها أن رسول الله يخرج عن الحق والله يخرج عن الحق.